أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. ميليشيا الحوثي زرعت آلاف الألغام وهذا سبب كاف لتصنيفها جماعة إرهابية. صحيفة عربية تحذر من عودة القرصنة الصومالية إلى الواجهة. في أكثر الأخبار قراءة، طيار إسباني يتمكن من الهبوط بطائرته في طريق سريع للسيارات. أهلا بكم. من صنعاء إلى إب إلى الحديدة، تمتد معاناة أمهات المختطفين لدى ميليشيا الحوثي. فبعد أن اختفى المختطفون من سجون الحديدة المعروفة، خرجت الأمهات هناك بحثا عن أبنائهن، ووفقا لموقع المشاهد نت، وقفة لأمهات المختطفين أمام مكتب الأمم المتحدة بالحديدة. قال الموقع إن رابطة أمهات المختطفين بمحافظة الحديدة نفذت وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بالمحافظة، طلبن فيها بسرعة الإفراج عن أبنائهن المختطفين في سجون جماعة الحوثي وصالح المسلحة. واستنكرت رابطة أمهات المختطفين في وقفتهن استمرار الحوثيين إخفاء أبنائهن في السجون قسريا في سجون سرية مجهولة. وأضافت الأمهات في بيان صدر عن الوقفة الاحتجاجية بأن العديد من أمهات المختطفين لم يعد يعرفن أماكن احتجاز أبنائهن المختطفين، ومنعن من إيصال الدواء والطعام لهم والاطمئنان على صحتهم ومعرفة أحوالهم. وفي مركز مدينة مارب، خرجت الأمهات تضامنا مع أمهات المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي. وقال موقع يمن مونيتور، وقفة احتجاجية لأمهات المختطفين في مارب شرقي اليمن للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن. وطالبت رابطة أمهات المختطفين الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي بذل قصارى جهودهم لإنقاذ المختطفين خلف قضبان السجون في المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. وقالت أمهات المختطفين، أبناؤنا المختطفون يعانون من ويلات السجون وآلام التعذيب ومآسي البعد عن أهلهم وذويهم بعد أن اختطفتهم جماعة الحوثي وصالح المسلحة من بيوتهم ومقار أعمالهم دون مسوغ وخارج نطاق القانون. وفي صنعاء كان للأمهات وقفة أيضا، وقال الموقع بوست إن رابطة أمهات المختطفين نفذت وقفة احتجاجية أمام مقر فرع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة صنعاء، تضامنا مع الحملة التي أطلقتها أسرة السياسي محمد قحطان في ذكرى اختطافه الثانية. وأعلنت رابطة أمهات المختطفين تضامنها مع محمد قحطان وحقه في الحرية ومع والدته وكافة أهله وذويه، مجددة مطالبتها لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بسرعة الإفراج عنه وكافة المختطفين والمخفيين قسرا. قبل وقف الحرب، تحت هذا العنوان كتب محمد أشبيري مقاله المنشور في يمن مونيتور، وقال في جزء من المقال، لا أحد مع استمرار هذه الحرب الشعواء التي تعصف بالبلاد من 21 من سبتمبر أيلول 2014، تاريخ اجتياح الجماعة المسلحة العمياء لمؤسسات الدولة وانقضاضها على حلم اليمنيين، لا أحد سوى شلة المنتفعين، وهي شبكة تتوسع يوميا على حساب حياتنا بكل أسف. هذه قضية لا يمكن أن يزايد بها أحد على الآخر، إذ لا يريد أي يمني صادق أن يبقى متفرجا على النار وهي تلتهم بلاده. الدعوة لوقف الحرب باطل مغلف بالحق، إذ أن وقف الحرب دون الشروع في ترتيب أولويات حالة السلم هي خدعة كبيرة أخرى لنا، تشرعن الجماعات المسلحة وتفخخ المستقبل. الشروع في إزالة مسببات الحرب هي خطوة أولى في سبيل حلحلة القضية اليمنية، لأن كل ما نراه هو مجرد نتائج جانبية لسبب رئيس واحد هو الانقلاب على الدولة. المجموعات النفعية التي تتحرك في المساحات الرمادية هي أسوأ ما أنتجته هذه الحرب اللعينة، وتحركها لا يخدم سوى الذين انقلبوا على السلطة بقوة الحديد والنار في مقابل خذلان لفكرة الدولة التي يرفعون شعارها خداعاً. مجرد المساواة بين الدولة على علتها
وبين الميليشيا التي استباحت دماء ودولته وأموال الشعب هو عمل مناف لكل أعراف الكون وللأخلاق، وإن تدثر القائلون به برداء السلام ووقف العنف، اليمنيون اليوم يخوضون حرب استعادة دولتهم من فك المسلحين، فيما الميليشيا تقاتل متسلحة بتاريخ طويل من الصراعات تؤجج من خلاله مشاعر العامة من مناصريها، وتزرع في كل بيت نبتة الكراهية والعنصرية، وتقوض فكرة العدل والمساواة. مصادر ميدانية أكدت لمراسل الاشتراكي نت في حجة أن الميليشيا تكبدت خلال معارك اليومين الماضيين خسائر كبيرة في العتاد والأفراد بالمعارك التي شهدتها جبهة ميدي، وأضافت أن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على مواقع جديدة في ميدي كانت تحت سيطرة الميليشيات، وتمكنت من الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري. إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي أكثر من 80 غارة جوية استهدفت مواقع متفرقة في ميدي تتمركز فيها الميليشيا، واستمر التحليق في سماء المنطقة لساعات طوال. موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني عنون في صفحته الرئيسية: مصلحة خفر السواحل تكرم تشكيلا بحريا تمكن من إعادة باخرة محجوزة قضائيا إلى ميناء المعلى. قال الموقع إن مصلحة خفر السواحل كرمت إحدى التشكيلات البحرية التي تمكنت من ضبط سفينة محجوزة قضائيا بعد تهريبها. قام اللواء الركن خالد علي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية بتكريم الأفراد المشاركين في ملاحقة الباخرة ياس والتي تم إعادتها إلى ميناء المعلى نهاية الشهر الماضي. وأشار خالد علي بالدور الذي قام به أفراد التشكيل البحري، وأكد أن هذا الإنجاز الذي تحقق في ضبط السفن والقوارب المخالفة والخارجة عن القانون ليس بجديد على مصلحة خفر السواحل. الكاتب الفلسطيني سهيل كيوان كتب مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي عن أطفال سوريا الذين قتلوا بغاز السارين في ظل صمت دولي طويل. كان ممكناً أن يموتوا بمتفجرات عادية مثل تلك التي قتلت مئات الآلاف من السوريين والعراقيين واليمنيين والغزيين والليبيين وتحت أنقاض بيوتهم. كان ممكناً أن يقضوا غرقاً في بحر أو نهر أو برداً، أو أن تغرقهم الوحول والسيول في غابة. كان ممكناً أن يموتوا حصاراً وجوعاً ومرضاً، فقد أصبح كل هذا عادياً. فلماذا اختاروا لهم الموت خنقاً بالسارين؟ يا أطفال سوريا، لستم أبناء الأمريكيين ولا الروس ولا الفرنسيين والإنجليز والأوروبيين، لستم من سلالة شعب الله المختار، لستم من أبناء الأسر الحاكمة في وطن العرب المنكوب. ليس لأهاليكم دموع ولا مشاعر ولا قلوب كي ينتفض العالم لأرواحكم التي سالت بدون دماء، فلستم سوى أرقام أضيفت لأرقام سبقتها. هل عرف أحد ما هي أسماؤكم وما هي هواياتكم وأحلامكم؟ هل عرف أحد منهن أمهاتكم ومنهم آباؤكم؟ في خنقكم بسارين درس يجب أن تتعلمه الأجيال. عندما يحلم العربي بالحرية يصبح من حق أي واحدة أن تقتله بكل الوسائل، من مسمار حذاء ممثلة أمريكا في هيئة الأمم حتى غاز السارين، ومن حق أي نصاب صاحب لقب عسكري لم يواجه في معاركه سوى شعبه أن يقتلكم ويسجنكم ويعذبكم ويمثل بجثثكم باسم محاربة الإرهاب. أراد القول لكل مقاوم بأنه لا نصير ولا مغيث له، حتى لو استخدمنا الكيماوي مرة واثنتين وثلاث مرات، وأن النظام حصل على حرية التصرف المطلقة بأرواح السوريين. أراد القول لذويكم بأنهم يقاتلون عبثا، وبأن النظام مستعد لما هو أفظع من هذا بكثير، والعالم سيدعمه وسيغلق عينيه وراداراته عن أفعاله، وليس أمام ذويكم سوى الاستسلام. يقول موقع عدن تايم إن مطار عدن الدولي
يستعد لاستئناف رحلات الطيران الداخلية بعد توقفها منذ سنتين، وذلك بتيسير أول رحلة داخلية عبر طيران السعيدة عدن سيئون سقطرى يوم الأحد المقبل. وقال محافظ سقطرى سالم عبد الله السقطري: من المقرر أن يتم الأحد المقبل قيام أول رحلة طيران عبر السعيدة من مطار عدن الدولي إلى مطار سقطرى الدولي. ويضيف الموقع: يأتي هذا عقب كسر عزلة سقطرى الممتدة لنحو عامين بسبب حرب ميليشيا جماعة الحوثي والمخلوع صالح. المصدر أونلاين في أبرز عناوينه قال: انطلاق فعاليات مهرجان الصحافة الدولي في إيطاليا، حيث يقدم للنقاش 300 عنوان سيتحدث عنها المشاركون، ويعرض مراسلون وصحفيون عملوا في ظروف صعبة تجاربهم، خصوصا الذين عملوا في تغطية الحروب والصراعات أو الذين مارسوا الصحافة في ظل أنظمة قمعية وحكومات تضيق بحرية التعبير. ويشارك من اليمن نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر اليومية المتوقفة عن الصدور وموقع المصدر أونلاين علي الفقيه في المؤتمر. ويستمر المهرجان على مدار 5 أيام تنعقد فيه عشرات الجلسات المتزامنة والمتتالية، ويتحدث عاملون في مختلف التخصصات الإعلامية، محررون وتقنيون وفنيون ومدربون وخبراء ومراسلون، ويناقشون مختلف القضايا المتعلقة بمستجدات الإعلام. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في الموقع العربي أخبار العصر عنوان في الشأن اليمني: كرمان ميليشيا الحوثي زرعت آلاف الألغام وهذا سبب كاف لتصنيفها كجماعة إرهابية. ووفقا للموقع فقد قالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إن مسلحي جماعة الحوثيين وقوات المخلوع صالح زرعوا الآلاف من الألغام منذ سيطرتهم على مدن ومحافظات البلاد. وأشارت كرمان إلى أن هذا سبب كاف لتصنيفهم كجماعة إرهابية، وأن الألغام ستظل تحصد ضحاياها من المدنيين لعقود قادمة، وهذه الجريمة ضد الإنسانية وحدها كفيلة بوضعهم في قائمة الجماعات الإرهابية والعمل على ملاحقتهم لضمان عدم إفلاتهم من العقاب. تحذر صحيفة العرب الجديد من أن الملاحة الدولية في خطر، وتقول إن القراصنة يحومون حول باب المندب، حيث باتت التجارة البحرية الدولية أمام تهديد ظهر مجددا يتمثل في عودة القراصنة الصومالية في المحيط الهندي وخليج عدن، مما يزيد من مخاطر النقل البحري. وبحسب الصحيفة فإن سفينة تجارية هندية تعرضت للخطف من قبل قراصنة صوماليين في محيط جزيرة سقطرى في ثاني هجوم خلال أسابيع، حيث اختطف قراصنة ناقلة نفطية مع طاقم سريلانكي خلال شهر مارس. مصادر ملاحية أكدت أن عودة نشاط القراصنة تزيد المخاطر على حركة التجارة البحرية العالمية في مضيق باب المندب وخليج عدن، الطريق الوحيد لتجارة الدول التي تطل على البحر الأحمر وحده. الخبير اليمني بمركز سبأ للدراسات الاستراتيجية محمد سيف حيدر قال إن عودة القرصنة تطور غير سار اقتصاديا وأمنيا واستراتيجيا، سيزيد من إرباك البيئة الأمنية البحرية في منطقتي خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، وسيرفع مرة أخرى من وتيرة عمليات العسكرة ونشر السفن الحربية في هذه المنطقة المضطربة، وبالتالي سيؤثر على حركة النقل البحري. صحيفة الخليج الإماراتية نقلت عن منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة اليونيسف قولها بأن وباء الكوليرا يتفشى في اليمن بشكل مخيف. قالت المنظمة في بيان نشرته على موقع تويتر إن وباء الكوليرا والأمراض الناتجة عن غياب المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة يتزايد بشكل مخيف في اليمن، وأشار البيان إلى أنه في كل 10 دقائق يموت طفل في اليمن بسبب سوء التغذية والإسهال والتهابات الجهاز
التنفسي. ولفتت المنظمة إلى أنها استطاعت معالجة أكثر من 237 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وحصل أكثر من 1 مليون طفل على الرعاية الصحية الأولية، إلا أن الاحتياجات لا تزال هائلة. عالم متجه نحو العنف، فمن ينقذه؟ تحت هذا العنوان كتب سعيد الشهابي مقاله المنشور في صحيفة القدس، وقال في جزء من المقال: من الخطأ الكبير النظر إلى استجراء ظواهر العنف خصوصاً الإرهاب بمعزل عن العقلية الغربية التي تتبنى استخدام العنف سلاحاً ضد المنافسين تارة تحت شعار التوازن، وأخرى الردع، وثالثة الدفاع عن النفس. فبموازاة الظواهر الغربية ضد السلاح التي تمثلها مذاهب دينية مثل كويكرز وسياسية مثل الحملة ضد تجارة السلاح وتحالف وقف الحرب، هناك العقلية التقليدية التي ترى في الحروب مجالاً للتوسع التجاري والهيمنة السياسية. وبرغم أن السلاح النووي مسألة مثيرة للجدل الكثير، فإن الزعماء الغربيين لا يترددون عن تبنيها وتحديثها واستخدامها سلاحاً، ليس في الحروب فحسب، بل في السعي لتحقيق توازنات سياسية مع الآخرين، كما هو الحال مع إيران. يمكن القول أن أوضاع العالم اليوم تشبه إلى حد كبير ما كان يجري في الغرب قبيل الحرب العالمية الثانية، من توترات ومناكفات وتهديدات وأطماع توسعية ورغبة في الهيمنة والنفوذ، وقد أدى ذلك لقيام أكبر حرب كونية شهدتها هذه الأرض. والعالم اليوم يحتضن هذه التوجهات لدى الغربيين، فالصراع هذه المرة يتجدد بأشكال شتى. بريطانيا تخرج من الاتحاد الأوروبي، أمريكا تتمنى تفكك ذلك الاتحاد، الولايات المتحدة تواجه تهديدات استراتيجية من القوى الصاعدة كالصين والهند وروسيا، تحسس بريطاني من استعادة ألمانيا هيمنتها على أوروبا كما حدث في النصف الأول من القرن الماضي، تراجع دور الأمم المتحدة وعدم قدرتها على ضمان الأمن والسلام الدوليين، توسع دائرة العنف من كافة الأطراف، والتعطش للدماء بشكل متشابه بين الإرهابيين وزعماء الدول الغربية. ما تزال ردود الأفعال حول مجزرة خان شيخون بسوريا تتوالى، آخرها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي نقلته صحيفة البيان بعنوان: ترامب: الهجوم الكيماوي في سوريا تجاوز خط أوباما. قال ترامب: الهجوم الكيماوي الأخير في سوريا تجاوز خطوطا كثيرة، في إشارة إلى الخط الأحمر الذي كان حدده باراك أوباما لنفسه ضد النظام السوري في حال استخدام أسلحة كيماوية، واصفا الهجوم بالمروع وإهانة للإنسانية على يد نظام الأسد ولا يمكن التساهل معه، وتوعد بالتحرك ردا على هذا الهجوم، لكنه تحفظ على ذكر الإجراءات التي سيتخذها، حيث أضاف قائلا: لا أريد أن أكشف طريقة تفكيري وتوجهي العسكري بشأن سوريا. إلى أكثر الأخبار قراءة في صحيفة القدس العربي والذي جاء بعنوان: هبوط اضطراري لطائرة على الطريق السريع للسيارات في إسبانيا، حيث تداول نشطاء ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح هبوطا اضطراريا لطائرة على الطريق السريع فيما يبدو أنه بسبب خلل في المحرك أصابها بعد إقلاعها من مطار سباديل في مدينة برشلونة الإسبانية. وقد قام أحد المواطنين بتصوير الطائرة وهي تهبط على طريق سريع مزدحم على مشارف المدينة الإسبانية أمام السائقين المصدومين، ولحسن الحظ كان الهبوط آمنا وتمكن الطياران من الوقوف على طريق جانبي لتجنب حركة المرور الرئيسة. وقال المتحدث باسم حركة المرور الكتالونية: تجنب الطيار بخبرته الهبوط مباشرة على الطريق السريع، وبالتالي لم يؤثر على حركة المرور ولم تقع إصابات. توفيت عجوز بريطانية تبلغ من العمر 91 عاما بعد 4 دقائق فقط من وفاة زوجها الذي بقيت برفقته نحو 71 عاما لم يفترقا خلالها ليوم واحد.
وأفادت صحيفة مترو البريطانية أن فيرا روسيل توفيت في المستشفى في مدينة ليستر البريطانية بعد حوالي 4 دقائق من موت زوجها ويف البالغ من العمر 93 عاما في مأوى للعجزة على مقربة من المستشفى. قالت الصحيفة إن الزوجين لم يفترقا لليلة واحدة قبل أن يتم نقل الزوج إلى مأوى العجزة بسبب سوء حالته، ما أدى إلى تدهور حالة فيرا ونقلها إلى المستشفى. ونقلت عن حفيدتها ستيفاني ووش قولها: تحطم قلب جدتي بعد نقل جدي للمستشفى وعدم قدرته على معرفتها، أعتقد أنها كانت تنتظر أن يرحل حتى ترحل هي. وأضافت ستيفاني: آخر مرة رأيت فيها جدتي كانت الأحد الماضي، ويومها فتحت عينيها وسألتني عن جدي ثم قالت لي: نحن زوجان مناسبان جدا لبعضنا البعض، ألا تعتقدين ذلك؟ جولتنا المصورة من لينكا، وهي إمبراطورية قديمة بنتها شعوب من الهنود الحمر في منطقة أمريكا الجنوبية، كانت أكبر الإمبراطوريات في أمريكا الجنوبية في العصر قبل الكولومبي، وقام السكان ببناء عاصمتهم كاسكو، وهي مدينة مترفة ومليئة بالمعابد والقصور في جبال الإنديز، وقد أطلق عليها اسم مدينة الشمس المقدسة. نشاهد صور مدينة الشمس والتي وردت في صحيفة مترو البريطانية. ومن الصحف البريطانية نكون قد ختمنا جولتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.